أهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدت لكم بمقطع رهيب جدا ومقطع مخيف جدا. حسنا عزيزي المشاهد، كما مذكور في العنوان قلت لك أنني لقد وجدت سفينة القراصنة في المنطقة أن كلنا بحث على هذه المنطقة يا جماعة، يعني كل بحث، كل هناك الكثير من قال ما هو سر هذه أن، ما هو سن حرف آن، ما هو رمز هذا آن. والآن سوف أكشف لكم هذا السر وهذا الرمز. عندما تأتون إلى هذه المنطقة على 12 أو 23، يعني 11، سوف تظهر لك تلك الخانة الصفراء، لم تظهر في الخريطة هنا. هذه الخانة الصفراء يا جماعة التي في الخريطة تظهر على 12 ليلا عندما تذهب إلى هذا المكان. وثم عليك استدعاء طائرة يا جماعة. أوه، لقد سقطت في الأسفل. سوف نستدعي طائرة ونذهب وسوف نكتشف معا الحرف آن أو الرمز آن. لماذا شركة روكستار جيمز وضعت هذا الحرف؟ حسنا يا جماعة، نحن ذاهبين، رايحين شوفوا ما هو سر هذا السر. ليش يعني شركة روكستار حطت هذا السر؟ وممكن هم يدلون على شيء ونحن لا نعلم، ونحن لا نعرف. حسنا يا جماعة، يلا بينا. ولا تنسوا أن تلخبطت قليلا لأنني خائف قليلا. لا تنسوا أن يعني لا أتمنى لا تقصرون معي باللايك، ضع لايك يا عزيزي المشاهد واشتراك بالقناة. ويلا بينا. أوه، لقد وصلنا يا جماعة، وصلنا يا جماعة. ها هي السفينة. أوه، ما هي؟ أرأيت السفينة يا جماعة؟ شوفوا معي السفينة جيدا، شوفوا معي مليح، شوفوا معي مليح. أوه، ها هي السفينة. خلاص أنتم شفتم، يعني سوف راح نعيد مرة أخرى. شوفوا يا جماعة، شوفوا يا جماعة السفينة شكلها، والله إن شكلها مرعب، شكلها مرعب. هيا نقفز هنا يا جماعة. هذا هو رمز آن، هذا هو رمز آن، هذا هو رمز آن. ولا أحد يعني هناك من شرح هذه الميزة بالصحيح. حسنا يا جماعة، هذا هو رمز آن. وصلنا إلى هذه السفينة وسوف ندخل إلى الداخل ونرى ماذا يوجد فيها. أين هو النيتروس؟ ها هو النيتروس، لقد فعلت كود النيتروس. هيا راح ندخل إلى الداخل ونشوف شو راح يصير. راح نشوف شو راح يصير هنا يا جماعة. انظروا إلى السفينة كيف هي مرعبة، والله إنها مرعبة جدا، خصوص تواجدها هنا، يعني متواجدة في منطقة مرعبة. انظروا كيف سي جي يتحرك. هيا يلا نجرب يعني نخوض بالقارب. هيا، واو، اين هي الكاميرا؟ ما هذا المنظور؟ لما المنظور يعني حتى هنا؟ والآن علينا أن نعيدها إلى مدينة سي جي الأصلية. هيا نذهب بها إلى لوس سانتوس، سان فرانسيسكو. هيا يا جماعة، شكلها مرعب يا إلهي. خلونا نبحث ونشوف هل هناك كنز، يعني هل هناك أموال أو هناك أكل أو هناك أثاث وآثار القراصنة يا شباب. ما هذا؟ كيف سقط هنا؟ أوكي، راح نصعد. يبدو أن لا هنا، ليس هناك شيء ولا ليس هناك ولا شيء يا جماعة. ما راح يكون يعني شيء مرعب هنا، ما راح يكون، أنا متأكد أنه ما راح يكون شيء مرعب. ليس هناك شيء مرعب يا جماعة. خلونا نكمل الطريق.
خلونا نكمل الطريق. وأخيرا وصلنا يا جماعة، وأخيرا وصلنا. هيا نسعد، هيا نخرج من هذه السفينة. يا إلهي مرعبة جدا، المكان مظلم يا جماعة. أوه، ما هذا؟ ما هذا؟ لا، ماذا تفعل؟ ما هذا يا جماعة؟ ما الذي يحدث؟ وظهرت أيضا ميس يوفيلد، ولكن ما هذا؟ هذا ليس يعني ليست مهمة. لماذا يقول لي ميس يوفيلد؟ أتمزحون معي؟ أو شباب، عندما شركة روكستار جيمز وضعت مهمة من المهمات المرعبة الخاصة بها على 12 في هذا المكان، ولا نعلم ماذا يوجد بعد هذه المهمة. ولكن ما الذي قام بقتله؟ كان هنا، أين يختبئ؟ يا إلهي، هذا مفزع جدا. حسنا، فهمت الآن. ان الشيء اللي فهمته الان يا جماعه هو ما يعني لا نخلي يعني راح نخلي راح نحافظ على سلامه هذه السفينه، وممكن راح ناخذها في مكان ما. هذا الشيء اللي فهمته من هذه المهمه او من هذه الغموضه. راح نحافظ على السفينه يا جماعه، اسمعوني جيدا، راح نحافظ على هذه السفينه ونقتل ذلك الشخص الذي قام بالتصويب علينا ببازوكا او لا اعلم. المهم يا جماعة، لازم علينا ان نقتله، علينا بقتله، وسوف نرى هل نستطيع يعني هل هناك شيء مرعب او لا. تابعوا معنا يا جماعة، سوف نسرع الفيديو قليلا. واخيرا لقد وصلنا، لا نقترب كثير لكي يصوب علينا. جماعة والله بحيت راح صوتي يا جماعة، راح اختفى صوتي. والله بحيت من صنع الفيديوهات واصرخ فيها، سوف احاول لا اصرخ كثيرا يا جماعة. انا اصرخ لكي احمسكم يعني. اين هو الشخص الذي صوب من بعيد؟ اين هو؟ هو انا اراه يا جماعة، انظروا، يبدو انه شخص غير موجود في شخصية جي تي اي ساندرياس. دققوا معي النظر يا جماعة، دققوا معي النظر. هذا الشخص لا يوجد في الشخصية، لا يوجد في جي تي اي ساندرياس. خلونا نسوي يعني كود القناصة، وراح نشوف من هو هذا الشخص الغريب الذي صوب علينا من بعيد. وانظروا، شوفوا معي يا جماعة، إنه هيكل عظمي تابع للقراصنة. واو، هذا رمز جيد، هذا رمز مخيف جدا وحماسي يا جماعة. لماذا يرمزون لنا هكذا؟ سوف أقوم بقتله. انتظر، هيا، أين هو السلاح؟ أين هو السلاح يا جماعة؟ هذا يعني قرصان قديم وميت في هذه السفينة، وعندما أخذت سفينته انظروا، تعال. واو، لقد صوب له، صوب علينا من بعيد. أريته، أين هو؟ هاي، لا لا، لقد قام بإصابتي الأحمق، سوف أقوم بقتله ولا نتركه
حسنا سوف أقتله. تعال هنا أيها الأحمق. أين هو؟ هل اختفى؟ ما هذا؟ لا تقل لي إن الشخص اختفى. لا دعنا نقتله. ما هذا؟ ما هذه المهمة الغريبة؟ يا إلهي لقد اختفى حقا. يا جماعة راح اختفى حقا. لا والله لا 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 نحلف بعد. لا لا نقسم بالله بعد. حسن حتى نتأكد انه لا يوجد في البحر. لا يوجد في البحر حقا يا شباب. لا يوجد في البحر. اين ذهب يا جماعة؟ ان هذا الوحش او هذا الهيكل العظمي راح. كان هنا ولم يعد. كان هنا ولم يعد ولم يظهر. يا إلهي هذا لغز رائع جدا ولغز مخيف يا جماعة. والله أقسم لكم إن هذا لغز مرعب جدا. كما قلت لكم تذكروا جيدا تعالوا على 12 ليلا أو بعد 12 أو أقلها بساعة إلى هذه المنطقة. كلنا نعرف هذه المنطقة. لا يعني ما كانش واحد لا يعرف هذه المنطقة. ما فيش ولا شخص يعني ما يعرفش هذه المنطقة. حسنا وتعالوا وأحذركم يعني الذي لديه قلب ضعيف لا يلعب هذه المهمة في منتصف الليل. يلعبها مع أخيه أو أخته أو كما يحب. المهم لا يلعبها وحده لأنها مفزعة حقا. وممكن هذا الشخص سوف يخرج لك بصورة أخرى. يا إلهي حسنا يا جماعة في الفيديو الجاي راح نكتشف هذه السفينة المهجورة. تجد في مدينة سيجاي. هذه المدينة المهجورة يا جماعة. هذه المدينة أقصد هذه السفينة المهجورة. هناك سفينة كبيرة جدا وسوف نأتي إليها على 12 ليلا. وسوف نشوف يعني راح نشوف وشو راح يصير على 12. قال لي صديقي أن هناك أشباح في الليل وهناك دمية تشاكي المشهورة لا يجد أحد ولا يعرفها. حسنا يا جماعة راح نكتشف ونرى وأشارككم. المهم لا تنسوا زر اللايك والاشتراك وانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله. والى اللقاء يا اعزائي المشاهدين. عساني احس نفسي اني كفرت. والى اللقاء.